حدثني عن مباحثات ومحادثات اللجنة المالية وبقية النواب عن قانون الاقتراض، هل وصلوا لاتفاق نهائي حول الصيغة النهائية لقانون الاقتراض؟ نعم، حتى الآن لم تتوصل اللجنة المالية من خلال اجتماعها المنعقد منذ وقت بعد الظهر هذا اليوم من أجل الوصول إلى حلول والاتفاق على تمرير قانون الاقتراض من أجل قراءته. قراءة ثانية هو سبق وأن قرأ قراءة أولى في جلسة سابقة وهي جلسة السبت الماضي، كان المفترض أن ينجز التعديلات أو تنجز التعديلات المختلف عليها من قبل اللجنة أو الملاحظات التي أبدتها اللجنة في على هذا القانون من أجل قراءته قراءة ثانية في هذه الجلسة، وبالتالي الوصول إلى قضية التصويت عليه في جلسة أخرى، لكن لم يدرج حتى الآن جدول الأعمال الذي أصدرته إدارة مجلس النواب، لم تدرج قانون الاقتراض، ما يؤكد أن هنالك خلاف لا زال حاضر بين أعضاء اللجنة على هذا القانون المهم، ولم يدرج على جدول الأعمال حتى الآن. هنالك حوالي 17 فقرة موجودة على جدول أعمال المجلس، لم يكن هنالك من ضمنها القراءة الثانية لقانون الاقتراض المالي، أي لربما يؤجل إلى الجلسة المقبلة جلسة يوم الأربعاء أو جلسات أخرى، لكن في حال توصل إلى اتفاق قد يدرج قد يضاف إلى جلسة هذا اليوم.